في مقابلة مع أخبار الآن قال دكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أن داعش يشن حرب استنزاف ضد القرى والبلدات القريبة من المدن عقابا لها على مشاركتها القوات العراقية النظامية في الحرب ضده. نتابع. دكتور هشام، برأيك ما الأسباب التي تجعل داعش اليوم يهاجم المناطق الريفية في العراق والتي هي بعيدة نسبيا عن التجمعات الحضرية؟ ربما ثلاثة أسباب ممكن أن نلمسها واقعا، وهي القرى المهجورة التي منعت العوائل من العرب السنة خصوصا العودة إليها لأسباب في الغالب هي طائفية أو قومية، وهناك أسباب ثانوية منها سياسية واقتصادية وأمنية، لكن في الغالب هذه القرى وهي أعدادها كبيرة جدا في المناطق الشرقية والغربية من العراق قد تصل إلى أكثر من 300 قرية. هذه القرى أصبحت مآوي ومخازن ومقرات للتحكم والسيطرة وحتى معسكرات للتدريب لهذا التنظيم الإرهابي، بالتالي أصبحت تستخدمها لاستئناف عملياتها والانطلاق نحو القرى القريبة من أجل التمويل الذاتي. حرق المحاصيل مثلا الذي بدأ واضحا خلال الأسبوعين الماضيين هو نتيجة لتلك القرى التي امتنع المزارعين أن يدفعوا الأتاوات لتنظيم داعش وعاقبتهم داعش بحرق محاصيلهم. أيضا قطع الطريق القريب من تلك القرى التي غالبا ما تكون هي قريبة من الطرق الرئيسية، فإذا هناك هيضة لهذا التنظيم باتجاه هذه القرى للتمويل الذاتي، هذه من جهة، ومن جهة أخرى هو الانتقام والثأر من الحشد العشائري والمناطقي من العرب السنة الذين شاركوا القوات النظامية في طرد هذا التنظيم الإرهابي من المدن الكبيرة التي كان يحتلها. هذه أسباب رئيسية كانت سببا في استهداف القرى في أطراف المدن وأحزمة المدن الريفية. طيب دكتور هشام، ما هي أولويات داعش في هذه المرحلة برأيك؟ أنا أظن هو تجاوز مرحلة التكوين أو إعادة التكوين من جديد، والآن هو في مرحلة التمهيد. عموما في هذه المرحلة التنظيم يبحث عن ثلاثة أشياء: التمويل الذاتي، الثأر والانتقام من القوات الحشد العشائري أو القوات العشائرية التي تردعه، والثالث هو البحث عن تجنيد وصناعة بيئة حاضنة له من حيث أنه توفر له الموارد المعيشية واللوجستية. هذه ثلاثة أهداف رئيسية يسعى لها التنظيم خلال عام 2020.